بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم أخوكم طبعا الدكتور حسين زايد المكيمي، حارس مرمى سابق. ما أبي أدخل أنا على طول على مسماي دكتور، ولكن بدام أن احنا كلنا رياضيين فإن شاء الله الجو كله رياضي. أنا عضو هيئة التدريس في قسم التربية البدنية والرياضة في كلية التربية الأساسية، وأستاذ زائر حاليا في جامعة قطر. ويشرفنا اليوم طبعا أني قبل الله أبدأ أن أوجه الشكر لمكتب تميز للاستشارات الرياضية، وعلى رأسهم طبعا أستاذ دكتور عبد الله غصاب وزميلة اللي هم زملائنا طبعا دكتور بادي الدوسري، اللي قايمين بدور فعال وكبير في مجالنا وأيضا في إقليمنا الخليجي أو في دولنا العربية. هذا أول شيء. الأمر الآخر، اليوم إن شاء الله راح يكون عندنا ضيوف مميزين يتكلمون إن شاء الله عن موضوع ندوتنا اليوم، اللي هو وقت الفراغ والكورونا نفسه أو أوقات الفراغ والكورونا. وراح يكون يعني إن شاء الله بالتناوب، بعد ما أرحب طبعا فيهم الحين بالأسماء وبعدين راح أقول من اللي راح يبدي إن شاء الله. فاليوم إن شاء الله راح يكون عندنا الدكتور ببدي في العمر الكبير شوية، لأن اللي هو أستاذنا واللي يعني وعلمنا ودرسنا ودربني أنا بالذات، وأعتقد يعني واحد من الهامات اللي في الوطن العربي حاليا. والله يطول بعمره أستاذ دكتور خليفة طالب بهبهاني، أستاذ الإدارة والترويح بقسم التربية البدنية والرياضة. ان شاء الله راح اتكلم عن السي في ان شاء الله وقت اللي لما يكون عنده الدور ان شاء الله. وايضا احب ارحب طبعا انا عبدي في الاعمار اذا تسمحوا لي، فدكتور منصور بن سلطان الطوقي، دكتور في الترويح اساسا، وان شاء الله راح اتكلم انا، هو من جامعه سلطان قابوس، وراح اتكلم عنه ان شاء الله لما نرحب فيه في بدايه ان شاء الله التقديم لمحاضرته. بالاخير وليس اخيرا طبعا راح يكون عندنا الدكتور عبد الاله بن احمد صلوي، استاذ الاداره الرياضيه والترويح والترويحيه المشارك كليه بجامعه الملك سعود. ان شاء الله راح اتكلم انا هم لما بيدش يتكلم راح اتكلم عنه بالتفصيل. عندنا ان شاء الله مداخله من اخوي طبعا الكبير من دولة قطر الدكتور أحمد العمادي إن شاء الله، بس إحنا ناطرين إنه يدخل معانا، عميد كلية التربية في جامعة قطر، في مداخلة إن شاء الله راح يدخل فيها. وأيضا هو كان أمين سر النادي العربي السابق القطري. ولا أنسى أني في مداخلة إن شاء الله راح تكون من أخوي طبعا الأستاذ دكتور بادي الدوسري، راح أتكلم فيها. راح نبدأ إن شاء الله اليوم أول شيء مع يعني الدكتور عبد الإله، ولكن خلوني أول شيء أتكلم عن الدكتور عبد الإله. دكتور خليفة. لا أول شيء ما راح نبدي يا جماعة. دكتور خليفة. معلش خلني أنا أعلى يعني. دكتور خليفة طبعاً مثل ما أنتم عارفين أو أغلبكم إن شاء الله يكون عارف، الدكتور خليفة هو أستاذ الإدارة والترويح مثل ما قلت بقسم التربية البدنية والرياضة. هو شغل يعني عضو في مجالس إدارات عدة، منها النادي العربي واللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد الكويتي كرة القدم، وأيضا هيئة الشباب والرياضة، وأيضا شغل مستشار للجنة الشباب والرياضة مجلس الأمة، وعميد شؤون الطلبة، كانت في السابق عميد نشاط والرعاية الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ورئيس قسم التربية البدنية والرياضة، وكان ملحقنا الثقافي بالإسكندرية. اليوم إن شاء الله دكتور خليفة راح يتكلم عن محور إيجابيات وسلبيات كورونا ترويحيا. فلور فور يو دكتور خليفة، وشرفتنا وانت على رأسنا، تفضل دكتور، لك 10 دقائق دكتور لو سمحت. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وطيبين، ونقول مبارك عليكم ما بقى من الشهر الفضيل، وإن شاء الله الله يفك كربتنا هذه، وإن شاء الله نكون ناس فاعلين في هال10 دقائق. أنا ما أقدر أشكر شخص، لكن أنا أشكر كل القائمين على إقامة هذه الندوة،
لأن أنا أدري عندي 10 دقائق، فشاكر لهم في خاصة مكتب التمييز والاستشارات. حقيقة إحنا لما جينا تكلمنا على موضوع إن شلون نوزع المحاور الندوة هذه، والوقت عندنا ضيق، نص ساعة على 3 محاضرين، فلقينا إن كل واحد يأخذ جانب على الشخص الثاني يكمل. فبحكم إني أنا طرحت إن المحور الأولي اللي هو إيجابيات أو سلبيات وإيجابيات مرض كورونا على أوقات الفراغ أو الترويح، وهذا موضوع يعني الآن شيء إحنا نمر فيه العالم كله، أكثر من 140 دولة عندها المرض. إحنا لما نتكلم عن وقت الفراغ والترويح، فوقت الفراغ هو ظاهرة، الظاهرة هذه موجودة في كل مكان بالعالم، فمعناها كلنا كل العالم مشارك في هذه الظاهرة. ولما نتكلم عن الترويح، فالترويح هو نظام يتم خلال وقت الفراغ، علشان يطلق عليه ترويح يجب أن يكون في وقت الفراغ. فني فيات قبل أتكلم فيات كنت قد أدور على شنو المثل أو الحكمة الزينة اللي ممكن نطلقها على هذا الوباء. وللأسف الشديد طبعا هذا الوباء جديد المعالم والأعراض وليس له مثيل، ولحد الآن ما لقوا له الحل. فلقيت إن في عبارة أو في حكمة أو في مثل دائما إحنا نكررها ساعات، يقول رب ضارة النافع، رب ضارة النافع. وهذه رب ضارة النافع لها قصة شوية طويلة، لكن يعني اللي يبيها يعرفها ممكن يدش على جوجل، لأن قصة طويلة، لكن فعلا المثل يا بطريقة صحيحة لها، أن أكو شيء يصير لك بالأخير يكون منفع لك مستقبلا، فأنت شلون تستقل هالضرر هذا وتحوله إلى منفعة. اللي صار في كورونا أن أثر على حياة العالم كله، وما أثر على الترويح وقت فراغ فقط، أثر على كل مناحي الحياة، اقتصادية، تعليمية، اجتماعية، نفسية، صحية، فصار تأثيره قوي جدا. وأكثر شيء انظر منه أن احنا نهايته للأسف حق الناس اللي تكون عندهم مناعتهم ضعيفة أن يتوفى الله، وهذا قدر الله يعني، عرفت شلون، وهذا بيدل يعني الله يحدد أن هذا يموت ولا ما يموت، ولا اعتراض على الله. لكن لما جينا شفنا وجهة نظر الترويح، احنا لما ندرس الترويح احنا نقصد فيه مو رياضة بس، الرياضة هي نوع من انواع الانشطة الترويحية. الرياضة ممكن تؤدى خارج البيت، داخل البيت، داخل صالة، بالبحر، بالممشى، في اي مكان ممكن تؤدى. لكن هتكلم على ان في مشكلة صارت ما جت على بالنا حتى كعلماء أو كمفكرين، إن صار عندنا وقت إجباري، وقت فراغ إجباري إضافة على الوقت الفراغ اللي عندنا. أغلب الدراسات العلمية القديمة والحديثة تقول إن الإنسان عنده وقت فراغ يومياً من 6 إلى 8 إلى 10 ساعات، طبعاً يعتمد على طبيعة هذا الإنسان وشلون يعيش يومه. لكن الحين تفاجأنا ومن غير إرادتنا أن عندنا 8 ساعات إلى 10 ساعات إضافية وقت فراغ. وأنا أول ما صارت المشكلة وبالكويت خذينا إجازة، يبالي فكرة أدز حق الطلبة، سويت لهم استمارة، قولوا لي في وقت الفراغ الإجباري هذا إيش راح تسوون، بس اكتب لي والله أنا نمت، والله أنا تطوعت، أنا عملت كذي كذي. فالمهم لما زادوا الوقت الفراغ، زادت الإجازة، زادت، لا قلت صعب الآن، لأن هذا راح يأثر على أسلوب حياتهم. لكن قلت حق الطلبة كم لو خلينا نشوف بعدين، ممكن يكون معلومات زينة نستفيد منها كباحثين وكعلماء في كيفية التعامل مع هذا الوضع غير طبيعي. الشيء اللي صار اللي فعلا الحين أثر علينا وايد موضوع الحجر الكلي، حتى الحجر الجزئي، خلانا قصبا علينا نرجع إلى مركز الترويح الأول لأي إنسان. لو تيجي تسأل كل الدراسة أو تشوف دراسات سابقة، ما
ما هو المكان المفضل لك في قضاء وقت فراغ؟ راح يقول المنزل. واعتقد الدكتور عبد الاله راح يتكلم الموضوع هذا، انا ما ابي احرق له. لما تيجي تقول داخل المنزل شنو الشيء الترويح اللي انت تحب تسويه او تمارسه، يقول لك مشاهده التلفزيون. عرفت؟ لكن مع تقدم التكنولوجي والميديا وهذا، صار التليفون، الموبايل، الايباد، صار وسيله تسليه، غيرت من وين مركز الحياه، وين مركز الترويح المالك. فلقينا النيو جنريشن، الجيل الجديد، طلع برا من البيت وقام يقضي وقت فراغه خارج البيت. يعني يروح الدوام، يرجع البيت، يتغدى، ياخذ له قهوه، يستحمى، ويطلع مره ثانيه يقضي وقت فراغه. الحين اضطرينا نرجع للبيت. فكيفيه الان تقسيم الوقت، كيفية استثمار الوقت خلال وقت الحجر خصوصا، هذه راح تكون يعني دراسة جديدة. يعني أنا دائما أقول اللي قاعد يصير فيني، كني قالوا لي روح تقاعد، يعني قصوا عليك تتقاعد. لكن هو موضوع، مو موضوع تقاعد، لا، هو موضوع الآن وقت يانا وأثر علينا ولازم إحنا نتعامل معه. طبعا هذا 100% راح يأثر على سلوك البشر، سواء بالإيجاب وبالسلب، على حسب الطريقة اللي أنت تحب تعيش فيها. وإحنا كنا ندري في الترويح أكو مبادئ أساسية لازم نمشي عليها، أن الترويح يجب أن يكون في وقت الفراغ، الترويح يجب أن يكون اختياري مو إجباري، الترويح يجب أن يكون هادف بناء، الترويح يجب أن يكون ممتع. عرفت؟ الترويح ليس بهدف كسب المادي. فاحنا هني قاعدين نفكر كعلماء، كخبراء في كيفية هذا الإنسان راح يتعامل مع هذه الشروط ومع هذه الأوقات الصعبة. طبعاً لما نرجع لهذه الأزمة وتأثيرها علينا على حياتنا وقت فراغنا، نرجع لنصائح وتوصيات من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1300 سنة. أنا أمس أقرأ مقالة في مجلة في نيويورك، أحد العلماء ملوت علوم البيئة، علوم الجراثيم، وهذولا جايين متكلمين أن استغربوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على بعض التوصيات في موضوع المحافظة على المسلم من قبل 1300 سنة، لقوهم أنهم الآن نفس الكلام يطبقونه. وهذا الكلام يعني ما هو يعني جاي من تأليف أحد، لا، هذا حديث وكلام موثوق، أن الرسول قال إذا انتشر الطاعون في مكان ما لا فلا تغادروا المكان. يعني على المكان راح يكون تقريبا راح يكون البيت. وعلى المصابون البقاء بعيدا عن الأصحاء الآخرين، اللي هو الحجر اللي يصير كلي ولا جزئي، واللي ناس يكونوا ساكنين. اهتم بالنظافة وغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم وقبل الأكل، وهذه هي النصائح نفسها موجودة. الاهتمام بأخذ الدواء، والله يقول إن ما من داء إلا أنزل الله دواء باستثناء مرض واحد وهو الشيخوخة، الشياب ما له مرض هذا. واهتم الرسول أيضا في التوازن الإنسان بين الإيمان والعقل، وأن الصلاة ستكون هي أفضل وسيلة لبقائك، فيها حركة وبركة. فلاحظ هني أن حتى الرسول كان يحث على أن ندير بالنا في كيفية تحاشي الإصابة بهذا المرض والاستثمار الجيد للمسلم القوي والضعيف. وطبعا عندنا المسلم القوي وأحب الله من الضعيف وفي كل خير. من هالكلام يبين ان عندنا وقت زايد ومحتاجين ان احنا نستثمره بطريقه صحيحه. فالان اني شنو الايجابيات اللي ممكن انا اخذها او استفيد منها من هذا الوباء؟ انا اقول هذا الوباء يا اخوان كشف المستور بس، والمستور في كل مناحي الحياه، اقتصادية، اجتماعية، تعليمية، ثقافية،
أمور كثيرة قاعد تصير بالعالم الآن وراح تغير أسلوب الحياة في العالم، وأعتقد دكتور منصور بيتكلم ما بعد كورونا. من أول الأشياء اللي أعتقد اللي نستفيد منها من هذا الوباء الله يبعدكم عنه، تقوية الروابط الأسرية. وإحنا قاعدين نلاحظ في تفكك كبير جدا عندنا يمكن بالكويت أو دول عربية في موضوع الطلاق والأسر اللي هي ما تكون على بينا. فأعتقد هذا راح يكون يلعب دور مهم جدا في ترابطهم. تعليم أفراد العائلة كيفية التعامل مع بعض. تخيل ها 24 ساعة قاعدين قدامي وأنا وياهم، والحظر يصير 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر، لازم يكون في يعني ألفة راح يصير بينهم. قلت لك كشف المستور، فرصة كبيرة للدولة إن هي تعرف مدى استعدادها وجاهزيتها لمثل هذا الوباء. وقاعد تشوفون الآن هذه المشكلة قاعد تأخذ سياسية في أمريكا، في صراع بين الأحزاب شلون يفشلون ترامب في التعامل مع هذا المرض. فراح تكون يعني درس أو اختبار للحكومة في مدى استعدادهم، وهذا طبعا شيء طيب عشان دائما نكون مستعدين، ماني نتعامل مع المرض وإحنا ما نعرفه. الاهتمام بالصحة، وهذا شيء مهم جدا جدا. أنا عشان استمتع في وقت فراغي وفي ترويحي لازم صحتي تكون زينة، من غير الصحة ما أقدر أعيش. موضوع مهم إحنا قاعد نعاني الآن فيه بالكويت، يمكن حتى بالدول الغربية، موضوع التعليم. النظام العالمي يمنع إيقاف التعليم، لكن هل أنت مستعد لنظام جديد؟ وهذا نقطة مهمة إيجابية من إيجابياتها. بيئياً ظهرت كثير من الصور، حطوها في أماكن التواصل الاجتماعي وفي الفيديوهات، يراونا شلون البيئة في العالم صارت أنظف. حطوا صور في بحيرات البندقية، الماء صاير أخضر زين نظيف. شافوا من فوق إن البلوشن التلوث صار أقل، وهذه فرصة زينة إن الواحد يطلع ويستنشق هواء حلو ويروح عن نفسه بطريقة طيبة. بيّن عندنا الآن طريقة الصرف المالي اللي إحنا قاعدين نصرفها يومياً في طريقة الصحة أو الأكل. في أمريكا يقول لك الآن بعد ما وقفت الوجبات السريعة اللي يسمونها ساعات يسمونها جنك فود، الصحة ارتفعت والناس حسوا إن هم الآن قاموا يأكلون أكل نظيف أحسن لأن يطبخونه بالبيت عندهم. كذلك من الأمور مهمة جداً بيّن فعل الخير، وبين الوقوف جبهة واحدة. دكتور وبين الوقت خلص أبو أحمد، حاضر الوقت خلص وبين الله يخليك تختصر حيلي. وبين الإبداعات اللي قاعد تصير من الشباب اللي في وقت فراغهم قاعدين يتطوعون لخدمة البلد. أنا ما راح أخذ وقت طويل، لكن أنا أعتقد أن يجب أن العلماء يبتدون يهتمون في البحوث العلمية في هذا المجال ويستفيدون من الداتا الموجودة. وشاكر لكم على حسن الاستماع وآسف على التأخير. تفضل بس. طبعا مشكور الدكتور خليفة، يمكن وضح كثير من الأمور الخاصة بال يعني شنو اللي احنا قاعدين نستفيد منه وشنو الأشياء اللي ممكن تكون سلبية، ولكن احنا دائما ننظر نظرة إيجابية ان احنا نستفيد من 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 اي ظرف يصير معانا، خاصة يمكن تقولون ما في مفر وبس قاعدين في البيت. أنا أتوقع إذا سمعنا إن شاء الله الدكتور عبد الإله راح يبين لنا أمور عدة توضح لكم شلون نقضي الأنشطة الترويحية المنزلية أثناء فترة البقاء بالمنزل في ظل أزمة كورونا كوفيد-19. بس قبل هذا أبي أنا أتكلم عن السيرة الذاتية. الدكتور عبد الله بن أحمد سلوي، أستاذ الإدارة الرياضية والترويحية، المشارك كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود بالرياض، أمين عام حالياً أمين عام للاتحاد العربي لاتحاد القوى، مستشار في وزارة التعليم، عضو الاتحاد الرياضي الجامعي،
للجامعات، رئيس لجنه اللجنه الفنيه ولجنه الحكام، رئيس قسم الاداره الرياضيه والترويحيه سابقا كليه علوم الرياضه والنشاط البدني، ايضا عضو في منظمه الترويح العالميه الورد ريكريشن ادكيشن اسوسيشن، وايضا محاضر معتمد في معهد اعداد القاده بالرياض، ورئيس وحده العلاقات العامه والاعلام بكليه علوم الرياضه والنشاط البدني. طبعا دكتور عبد الاله من المملكه العربيه السعوديه، وتو يسوي لنا بالفنيان، وينه وينه ما اشوفه انا، ابي اشوفه الحين. فالفلور فور يو، تفضل دكتور. فلور فور يو الفنجان لك ولضيوفك. تفضل تفضل على امرك. تفضل. اول شيء امسي بالخير على الجميع، وسعيد بتواجدي معكم في هذا المنتدى العلمي. كل الشكر للقائمين على هذه الندوة العلمية في مكتب التميز والاستشارات الرياضية، سعادة الأستاذ الدكتور بادي الدوسري وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله الغصاب على هالجهد الطيب، واللي صراحة خف علينا معاناة كورونا في منازلنا، وراح أتكلم على جزئية فيما يخص مثل هذه المشاركات. أرحب بزملائي وأساتذتي الأستاذ الدكتور خليفة والأستاذ منصور وسعادة الدكتور حسين، ما ننساك. أنا سعيد اليوم بتواجدي معاكم في هذا المنتدى العلمي المتميز إن شاء الله، وإن شاء الله أن نثري الساحة فيما يخص وقت الفراغ والتريح. أرحب، أنا شفت ما شاء الله البارتيسيبيشن اللي مشاركين معانا فيهم أساتذة لي درسوني، فأنا أمسي عليهم بالخير وأفتخر أني أحد طلابهم واليوم أشاركهم في هذه الندوة. طيب نبدأ إن شاء الله. وقت الفراغ حنتكلم أنه من رؤية عصرية ومن ناس متخصصين في الترويح وتصميم برامج الترويحية، وهذا اللي ينادي له الدكتور خليفة في أمور كثيرة في دائما في كتاباته، أنه لابد من مشاركة الناس المتخصصين في كثير من القرارات اللي موجودة خاصة في الفترة هذه، في فترة وباء كورونا. المتخصصين والمصممين للبرامج الترويحية راح يكون هم مساعدين للأفراد في حصول على خبرات إيجابية في وقت الفراغ. السبب أن نجدد عملية الروح واستعادة الطاقة، لأنه الإنسان الفترة الماضية زي الطير الحر كان يروح ويجي ويسافر، لكن فترة فجأة كذا قالوا له خلاص يعني لا يمكن أنك تروح وتجي، التزم بالقوانين من أجل صحتك. فإحنا كخبراء الآن في هذا المنتدى نحاول أن يعني نضع يعني بصمة فيما يخص كيف الناس يستغلون وقت الفراغ فيما يخص اللي هو كورونا. طبعا أزمة كورونا صار عندنا يا حظر جزئي يا حظر كلي، أدى إلى الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، وما شاء الله نشوف الآن في كل مكان خليك بالبيت، يعني ما تفتح تلفزيون. طبعا أنا حاولت إني أجيب خليك بالبيت، إلزم دارك، اقعد بالبيت، احمي نفسك، احمي بلدك، شد دارك، بيتك، حياتك، خليك في الدار، سلامتك ببيتك، نقوا بالدار بجميع اللي هو اللهجات العربية الحلوة اللي كلها تعني انك خليك في البيت من اجل صحتك. لكن وجودك في البيت لابد انه يكون له ضريبة، وقت الفراغ كيف انت تستثمر وقت فراغك. احنا في هالفترة زي الأنشطة اللي هو فيما يخص اللي هو النشاط الحركي العقلي والفكري، النشاط الوجداني والنشاط الاستقبالي أو السلبي. إذا إحنا حاولنا نفهم الأشياء هذه مع أسرتنا، مع أهالينا، مع الناس اللي إحنا متخصصين معهم، راح نحاول إن نستغل وقت الفراغ بأنشطة تعود عليهم بالفائدة، وإحنا نقدر نقضي وقت فراغنا بدون عملية إنه والله أنا طشان، أنا زهقان، يبدأ العنف الأسري، الأشياء هذه.
انا احاول اني انا اتكلم على على اتكلم على الانشطه الترويحيه المنزليه اثناء البقاء بالمنزل. عندنا هي فترتين، فتره السماح بالخروج من المنزل، وهذه نشوف الناس في الحظر الجزئي انهم يروحون يمارسون رياضه المشي. لكن المشكله اللي تواجه الناس احيانا فتره الحظر الجزئي تعتمد على المناطق اللي هم محجورين فيها، وعمليه انهم يعني في حجر فقط ساعتين ثلاث ويرجعوا، وفي ناس عندهم اربع خمس ساعات. فالناس تستغل فتره الصباح انها يعني مثلا عندنا بالسعوديه من الساعه التاسعه حتى الساعه الخامسه مساء تطلع تخلص شغلاتها بالسوق ثم ترجع تمارس الرياضه. وفي ناس احيانا يكون منهم يقدرون يمارسون او يشاركون في الطلوع او المشي، وهذه تعتمد على اللي هو الانظمه واللوائح في كل دولة. فإذا إذا كان في خروج فالرياضة الوحيدة اللي يقدر يمارسها الواحد اللي هي عملية المشي، لأنه كل الجيم والأشياء هذه تم إيقافها حفاظا على الصحة. طيب في فترة المنع وش الأنشطة اللي عندنا؟ طبعا يعتمد النشاط البدني والحركي داخل المنزل على المكان والمساحة التي يقيم فيها الشخص. في ناس عندهم فيلا تلقى مثلا ما شاء الله مجهزها بجيم ومسابح، وفي ناس عندهم شقة، وفي ناس ساكنين في دور، وفي ناس ساكنين في بيوت شعبية. كل هذا يعتمد على وش النشاط اللي أنت تقدر تمارس فيه. فإذا أنت عندك فيلا أكيد بتكون مجهزة، والفيلا الحديثة دائما متجهزة، لكن الناس اللي عندهم شقة يدوب أنه حتى يمكن الشمس ما يشوفها إلا في فترة بسيطة. هذه يعتمد على هل عنده أدوات ولا ما عنده أدوات. إذا كان عنده أدوات حيمارس بالأدوات الرياضية الموجودة، لكن المصيبة أنه هذه فترة الحظر زادت أسعارها ولا في عملية توصيل، فاضطر الناس أنهم يأخذون أدوات بديلة. كذلك استفدنا من الحجر والرياضة المنزلية من خلال الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية والمحاكاة. نشوف كثير من الرياضيين، كثير من الناس دائما يعني يحاول أنه يعرض تطبيقات رياضية عن التمرين الصحيح بالوصف بالأشياء هذه. حتى إحنا الآن يعني مثلا واحد كان يستخدم تمرين خاطئ مع اللي هو الجلوس بالمنزل والدخول على التطبيقات الإلكترونية بدأ يصحح عملية أنه والله التمرين أنا كنت أسويه خاطئ. الأطفال برضو يشوفون أبوهم تدرب، أمهم تدرب نشاط رياضي، يبدون عملية المحاكاة وعملية اللي هو التدريب. الأنشطة الثقافية طبعا أكبر دليل على الأنشطة الثقافية ما شاء الله عدد البارتسيبيشن الليلة 244 غير الويتينج اللي قاعدين ينتظرون. المشاركة في منتدى التميز للثقافة الرياضية يعني جمعونا، يعني لو كنا نتمنى نجتمع في مؤتمر كبير ما راح يحصل لنا، بتعرفون وضع التأشيرات والتذاكر والدعوات والمؤتمرات. لكن تجمعتنا ليه في هذا المنتدى، هذه من فوائد اللي احنا يعني استفدنا منها فيما يخص يعني بقائنا بالمنزل. مشاركة في المنتديات، طرح مواضيع كثيرة نستفيد من هالمواضيع، كل الأشياء هذه ساعدتنا في ان احنا نستغل وقت فراغنا. نشوف الناس محضرة من بدري قاعدة ويتنج تنتظر انها تدخل وتشارك في هذا السيمينار. متابعة باقي ثلاث دقائق. طيب تكلمت. طيب المتابعة، الأحداث، القراءة، الأنشطة الثقافية الدينية، تعلم لغات، متابعة الأفلام والوثائق. النقطة المهمة هذه تأليف وكتابة الأبحاث العلمية. الآن أنا مثلا عندي بحث على مستوى المملكة التعرف على اللي هو الأنشطة المنزلية الترويحية داخل المنزل، وقياس مدى رضا الناس عن الترابط الأسري قبل كورونا وبعد كورونا، عدد ساعات النشاط، كل هذه يعني استفدنا منها في فترة إنه بقائنا في الأنشطة الفنية. مو شرط إنك أنت يعني تكون بالأنشطة، لكن أنت عندك أسرة تحاول إنك تساعدهم ويعني تبدع معاهم في الأنشطة. عندنا كذلك الأنشطة الاجتماعية، مساعدة في كثير في الأعمال المنزلية،
تحضير بعض الطبخات، ممارسة العاب قديمة، البلوت، الضومنة، الشطرنج، مشاهدة مقاطع فيديو ألبومات قديمة للأسرة وتبادل الذكريات. هذه لو ما اجتمعنا مع أسرتنا بسبب كورونا ما كانت طلعت من اللي هو الملفات وطلعت من الأشياء هذه. مشاهدة بعض المباريات، وشفنا الزملاء عرجوا خلال الندوات الماضية عن إنه إعادة بعض المباريات وكيف كان فيها عملية استفادة من الأخطاء والنتائج. مشاهدة مقاطع فيديو، كذلك ممارسة ألعاب إلكترونية مع أفراد الأسرة. الشيء المهم والحلو إن إحنا قاعدين ننشر يوميات الترويحية من خلال وسائل مشاركة الأقارب. يعني لو أنه بعيد في منطقة أخرى، مثلاً أنا في الرياض وواحد في الشرقية، والأشياء هذه الأجهزة والأشياء هذه ساعدتنا إنه ممنوع إنك تجمع عشان الوباء، لكن إحنا عايشين حياتنا زي ما هي. أنا ألتزم استماعكم وأسعد بتواصلكم وتواصل الجميع، وأشكر القائمين على هذا المنتدى. شكرا سعادة الرئيس. طبعا نحب نشكر الدكتور عبد الإله على المحاضرة صراحة القيمة، اللي يعني ومثل ما قلنا احنا بالأساس خلونا نكون متفائلين. مشكور دكتور على التفاؤل هذا، دكتور عبد الإله، وحتى الدكتور خليفة، ان في ناس وايد قاعده تتضايق اليوم بسبب ان ما في طلعه ماكو، لكنها في امور وايد مهمه فعلا. انت تركيزك على الخبرات والقيم هي اهم شيء. احنا لازم نطلع بخبرات حتى حق الصغار ممكن يتعلمون، الصغار ممكن يعني يكون في عندهم خبرات تفيدنا حتى في وتفيدهم حتى في حياتهم، حتى احنا تفيدنا. فالف شكر دكتور، ومعلش عشان بس الوقت، إن شاء الله بعدين راح نفتح إن شاء الله الأسئلة. بس قبل لا أبدي في الدكتور منصور، بس أبي أذكر أن هناك في مداخلة إن شاء الله راح تكون من الدكتور أحمد العمادي، وأيضا الأستاذ دكتور بادي الدوسري، بعد ما يخلص إن شاء الله الدكتور منصور بن سلطان الطوقي. المحور راح يكون عن المؤسسات الترويحية ما بعد كورونا، وأيضا يمكن الدكتور أحمد العمادي هم راح يتكلم شوية ما بعد كورونا فيما يخص الطلبة في المدارس. فدكتور أحمد، إذا أنت جاهز يعني جهز الموضوع إن شاء الله لما يأتي لك إن شاء الله الفرصة. التحديات والفرص، دكتور منصور بن سلطان دوغ هو رئيس اللجنة البارالمبية العمانية، مدير مجمع سلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، هو رئيس قسم التربية الرياضية بجامعة سلطان قابوس سابقا، طبعا دكتوراه في فلسفة التربية الرياضية من جامعة لافبر بريطانيا. طبعا هو بطل من أبطال ألعاب القوة، إذا ما قال أنا أقول له هو بطل من أبطال ألعاب القوة يعني، واللي نتشرف صراحة في وجوده. ودكتور عبد الله عرف يجيب الناس اللي فعلا ينحطون على الراس ولا يهونون طبع الجماعه والمشاركين كلهم. واقول لك ان شاء الله الفلور فور يو، يعني جو اهيد دكتور منصور. بارك الله فيك، احسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد خير الانام والمرسلين. طبعا نشكر مؤسسه التميز للاستشارات الرياضيه على هذه المبادره العلميه الجيده، زكاة العلم. فزكاة العلم من أفضل الأشياء اللي ممكن يقوم بها شخص في هذا الشهر الفضيل. ونبارك لجميع الحضور والأخوة المحاضرين أيضا بشهر رمضان المبارك، عسى الله يتقبل طاعتكم يعني، وفي باقي من الأيام إن شاء الله يعني تكون أيام كلها عطاء وتقربا إلى الله بشكل أكبر بإذن الله. طبعاً إخواني ركزوا على موضوع وقت الفراغ من حيث الأسرة، وكيف الشخص أنه يمارس النشاط الأنشطة المختلفة الإيجابية في وقت الفراغ. أنا شوية مختلف، أنظر للمؤسسات، المؤسسات الترويحية اللي تقدم الأنشطة الترويحية ما بعد كورونا، كيف تستعد هذه المؤسسات في إعادة نشاطها من جديد للعمل، كيف تستقبل الناس لممارسة الأنشطة الترويحية. الجزء الثاني من هذه المحاضرة أيضا بركز لموضوع المتغيرات العالمية، كيف سوف تؤثر على العمل الترويحي في مجتمعاتنا، لأنه في تغييرات عالمية كبيرة جدا جالسة تصير.
فبختار عنصرين أو ثلاثة وأتكلم فيها باختصار. بالنسبة للعودة، عودة المؤسسات لفتح أبوابها للمجتمع لممارسة الأنشطة الترويحية، كما يعلم الجميع على أن الترويح كل المؤسسات الدولة تقدمها، مؤسسات تعليمية تقدم الترويح في الجامعات وفي المدارس، أيضا عندنا المؤسسات العسكرية، وزارة شؤون الرياضية أيضا تقدم ترويح مقابلة للأنشطة الأخرى، عندنا أيضا الأندية الخاصة أو الأندية اللي هي العامة تقدم النشاط الترويحي بالإضافة إلى النشاط التنافسي، ففي تنوع كبير جدا بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة مثل صالات اللياقة البدنية وما إلى ذلك. بس كيف تستعد هذه إيش الخطة اللي بتستخدمها لإعادة النشاط الترويحي داخل مؤسساتها؟ طبعا على اتفاق الجميع على أنه العودة لن تكون عودة كاملة في مباشرة، بيكون في نوع من التدرج، ولازم نتبع اللي هي تعليمات منظمة الصحة العالمية، توجيهات اللجنة المعنية بإدارة الأزمة على مستوى البلد، بالإضافة إلى النظر إلى متطلبات النشاط. فهذه الثلاث أشياء لازم نأخذها في الاعتبار عند فتح أبواب الخاصة بالمؤسسات الترويحية. طيب الخطة هذه تشمل على ماذا؟ في بعض الممارسات المفروضة علينا الآن في الحجر الصحي سوف تستمر أيضا في عند فتح أبواب اللي هي المؤسسات الترويحية. على سبيل المثال تقليل من التجمعات لأعداد كبيرة من الناس، إذا كانت المؤسسة الترويحية تستقبل 100 شخص في وقت واحد، يجب تقليل هذا العدد إلى 20 أو 30 فقط، مع الاحتفاظ بالمسافات البينية ما بين الأشخاص. على سبيل المثال عندنا اللي هي صالة اللياقة البدنية، ما ممكن أنه نترك الناس يدخلون ويمارسون الأنشطة الرياضية بشكل عام، لازم تقنين الأعداد الموجودة بحيث أنه مراعاة المسافات البينية ما بين الأشخاص. النقطة الثانية من الإجراءات الاحترازية لفتح اللي هو زيادة معايير النظافة للأفراد والمرافق، بحيث الأفراد النظافة الشخصية والمقتنيات الذاتية الخاصة للشخص إنه ما يستخدم أشياء للآخر، بالإضافة إنه المرافق يجب أن تنظف بشكل مستمر قبل الاستخدام وما بعد الاستخدام. أيضا على المؤسسات الترويحية إعداد برامج توعوية وأدلة إرشادية للمرتادين، فلا يمكن أن تستقبل الناس، سلوكيات الناس مختلفة، عندهم رغبات مختلفة، الفئات العمرية أيضا مختلفة، فيجب أن تكون هناك إرشادات واضحة لعملية استقبال الناس وكيفية الممارسة وتغيير سلوكيات الناس أثناء الممارسة، بالإضافة إلى عوامل الأمن والسلامة ضروريا. إذن 4 نقاط رئيسية: تقليل من التجمعات، زيادة معايير النظافة، إعداد برامج التوعية، بالإضافة إلى عوامل الأمن والسلامة. طيب أنا ذكرت بعض الأمثلة لكيفية تطبيق هذه المبادئ الأربعة على المؤسسات، وليجب أن يكون بشكل تدريجي بحيث نبدأ بأعداد بسيطة لاستقبالها، ومن ثم نزيد الأعداد حسب اللي هو التوجيهات الجهات المعنية لزيادة الأعداد. نأتي بالنسبة للممارسة الفعلية للنشاط، فيه عدة اتجاهات يجب أو مبادئ يجب اتخاذها أيضا. على سبيل المثال في المرفق الترفيهي أو مثل المرفق اللي معاه في صلالة المركز الشبابي، في كثير من الأنشطة، أنشطة متنوعة ثقافية اجتماعية رياضية، عندي أكثر من 50 نشاط مختلف ممكن أمارسه، لكن أي نشاط أبدأ فيه ما بعد كورونا مباشرة بختار الأنشطة اللي فيها فرص الاحتكاك فيه ضئيلة، على سبيل المثال المشي والجري، ركوب الدراجات، أنشطة المغامرات ممكن إقامتها، وأيضا نشاط الجولف على سبيل المثال، البحار، الصيد، الأنشطة اللي تمارس في الأجواء الطبيعية خارج المرافق الداخلية هي أمثل الأنشطة اللي ممكن تبدأ فيه المجتمعات، ومن ثم نبدأ بالأنشطة الداخلية بأعداد قليلة. طبعا تطبيق قاعدة التباعد المجتمعي أثناء الممارسة ضرورية في كل الوقت، سواء كنت تمارس لوحدك أو مجموعة من الأشخاص
هذا لازم يطبق بشكل تام. أيضا قضية الأدوات الشخصية اللي يستخدمها الشخص اللي يحضر المرفق الرياضي لازم يستخدم أدواته الذاتية ولا يستخدم أدوات الثاني، عملية مسح للأدوات والأجهزة قبل الاستخدام وبعد الاستخدام مباشرة ضرورية. ومن هنا هذه الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالمرفق بشكل عام والمرتبطة بممارسة النشاط يجب الموازنة بينهما لكي يتحقق السلامة العامة للمواطنين أثناء ممارستهم للنشاط الترويحي. طيب، ما بعد كورونا؟ الناس كلهم يتكلمون عن عالم جديد، في متغيرات كثيرة قادمة، متغيرات اقتصادية، سياسية، اجتماعية. فكيف هذه المتغيرات سوف تغير من نمط عمل المؤسسات الرياضية؟ فهذه النقطة كثير مهمة، لأنه تعودنا على المؤسسات الرياضية أو الترويحية أنه تقدم يعني خدمات ترويحية بشكل ونمط معين، لكن الآن في متغيرات سوف تجعل العمل يختلف في المرحلة القادمة. دكتور باجي ثلاث دقائق. طبعاً عندنا أزمة كورونا الحالية، عندنا أزمة النفط والوضع الاقتصادي، أزمة مشاكل باحثين عن العمل. نتوقع في الفترة القادمة الحكومات سوف تسحب ميزانياتها في دعم المشاريع الترويحية. نتوقع أيضاً النظرة ما بين اللي هي الرياضة الترويحية وعلاقتها بالرياضة التنافسية تتغير في الفترة القادمة. أيضاً هناك مطالبة مهمة جداً من القطاع الترويحي أنه يكون يوفر وظائف للمجتمع، للباحثين عن العمل. فهذه النقاط الثلاثة تحتاج إلى حلول، تحتاج إلى نظريات ابتكارية، أساليب إبداعية أخرى لبحث عن مصادر التمويل لهذه المؤسسات الترويحية، أيضاً لضمان التنافسية في المجتمع. عندنا الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تقديم الخدمات الترويحية على نظام Public Private Partnership، هذا نموذج ممكن تطبيقه. أيضاً إيجاد منظومة تكامل بين المؤسسات الحكومية والأهلية، بحيث أنه الجامعة ممكن تتعاون مع نادي في تقديم بعض البرامج الترويحية بشكل تناغمي. أيضاً دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العمل الترويحي بشكل أكبر، وبالتالي بفكر رأس مالي. هذا مو متوقع أنه يصير مع الأزمة الاقتصادية القادمة. أيضاً من ضمن المتغيرات العالمية القادمة اللي هي التحول الإلكتروني، وذكروا الإخوة بعض التجارب في عملية الترويح المنزلي. فنتكلم عن المدن الذكية، الحوكمة الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية، نتكلم عن العمل عن بعد. فهذه الأشياء والتحول الإلكتروني في العمل المؤسسي بشكل عام سوف يزيد من وقت الفراغ لدى الأشخاص. مثلاً اللي يشتغلون في البيت صار عندهم وقت أكثر لأنه ينجز أعماله هو بدون ما يتحرك المواصلات رايح راجع للدوام، فبيتوفر وقت أكثر للناس. فهذا فرص متاحة للترويح بتكون مضاعفة في الفترة القادمة، ولكن يقابلها الأمر الاقتصادي سوف يحد من ذلك وما إلى ذلك. زيادة الحاجة للأنشطة الترويحية زيادة بسبب التحول الإلكتروني هي زيادة يعني كبيرة جدا، على اعتبار معظم الأعمال صارت إلكترونية توفر كثير من الوقت، وبالتالي الحاجة للترويح بتكون أكثر في المجتمعات القادمة. النقطة المتغير الثالث اللي اخترته لهذه المحاضرة اليوم اللي هو التغيير الديموغرافي. مجتمعاتنا جالسة تتغير من حيث اللي هي التركيبة السكانية ومن حيث الاهتمامات والميول والممارسات. التركيبة السكانية في الوقت الحالي نرى انه ظهور او وجود في المشهد الترويحي عدد كبير من كبار السن اللي هي ما فوق 40 وطالع 60 إلى 70. هذه الأعداد تحتاج إلى برامج نوعية. أيضاً عندنا اللي هو النساء ظهروا في الساحة بشكل أكبر خصوصاً في الدول العربية والدول الخليجية، يحتاج أيضاً إلى الاهتمام إلى ناحية ترويحية. التغيير في الرغبات، نرى الشباب في الوقت الحالي يهتموا بأنشطة المغامرات وأنشطة الطبيعة، تسلق الجبال، اختلفت وصار في تنافس مع الأنشطة التقليدية ككرة القدم واليد. في بعض الأنشطة سوف تضمحل. الألعاب الإلكترونية احتكرت. ونقطة أخيرة،
في هذا الموضوع هي أنه على المؤسسات الترويحية عليها تكون بالبنود التالية: معايير الصحية ترتفع في الفترة القادمة، صحة الإنسان وجودة الحياة هو المؤشر الرئيسي في تطوير العمل الترويحي في المجتمعات، تبني منهج الابتكار والإبداع في طرق العمل، ضرورة تقديم خدمات إلكترونية في المؤسسات الترويحية. الترويح السياحي الداخلي مهم جدا، لأن السياحة الخارجية سوف تقل في المرحلة القادمة. الاستثمار في ترويح المنزلي، وترويح المنزلي فرصة واعدة للعمل وتقديم خدمات إلكترونية فيه. وشكرا لكم وأعتذر عن الإطالة. بارك الله فيك. الله يعطيك العافية دكتور، بارك الله فيك. أنت صراحة يعني وعطيتنا مثل ما يقول بالإنجليزي يسمونها restart with a new trend. يعني إحنا الحين لما نتكلم عن 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 منشآت، عن أماكن، يعني أنت الحين فتحت مدارك كثير من الناس إن تعرف ترى رجوعنا مثل ما الرياضة شكلها راح ترجع بمحاذير أو وفي أمور معينة، هم الأنشطة الترويحية راح ترجع ولازل. ولكن الأمر اللي ركزت عليه يمكن الأربع نقاط كان كثير مهم إنه يكون إن إحنا نتبع التعليمات اللي مربوطة في الصحة، وخاصة الهيئات الصحية في كل دولة، وأيضا إن نقلل من التجمعات، أيضا النظافة والتوعية والأمن والسلامة. فعلا الأمر حتى لما يصير في عندنا تعيين لناس جدد، هم لازم لا تجيبهم وتعينهم، لازم يكون عندهم الثقافة، أيضا عندهم new trends وعندهم فكر جديد شلون يتعاملون مع الأزمة ما بعد كورونا، لأن ما بعد كورونا كلنا راح نكون غير، الحياة كلها راح تكون غير. فأشكرك دكتور على هذه الـ يعني المعلومات اللي فعلا إن شاء الله راح نرجع لك بعد شوية دكتور منصور. ويا ليت اني بس ادخل اذا سمحتوا لي استاذ دكتور احمد العمادي، عميد كليه التربيه بجامعه قطر، اذا تسمحون لنا بس الكنترول. استاذ دكتور احمد العمادي، عميد كليه التربيه بجامعه قطر، طبعا هو ايضا استاذ الاداره الرياضيه في 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 جامعه قطر، وايضا امين سر سابق في النادي العربي، ولاعب كره يد سابق. فليت انه اذا يسمعني، انا ما ادري وين. اي نعم اسمعك. اسمعك دكتور. اسمعك دكتور. تسمعني دكتور شلون الملعب ما شاء الله. انا لا هذا خلفيه بس هو الملعب، الله يجزاه خير ان شاء الله. والله شرفتنا يا دكتور، يا ليت بس الله يخليك. يعني كان بيني وبينك امس يعني نوع من الديسكشن، انت يهمك نعم. شويه الجانب التربوي خاصه ما يتعلق في الطلبه نعم. والطلبه نعم. تدري احنا الحين بيوننا الحين بعد أزمة كورونا، إن شاء الله عقب ما إن شاء الله نعديها إن شاء الله بأمر الله إن شاء الله على خير، راح تشوفي زيادة في الأوزان، راح تشوفي زيادة مع أنهم يعني في فرصة حق الأنشطة الترويحية ولكن ما قاعد تتم استغلالها. فإليت أن تتدخل، عندك تقريبا 5 دقائق دكتور تتكلم في هذه وجهة النظر اللي أنت طارحها. لك floor for you دكتور، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اشكركم على اتاحه الفرصه للمداخله، ومبارك عليكم ما تبقى من الشهر، وشكري موصول للمشاركين الرئيسيين دكتور خليفه ودكتور عبد الله دكتور منصور، طبعا هم زملاء واخوه اعزاء. صراحه يعني في هالدقائق الموجزه 30 دقيقه انا اعتقد هم حسب الوقت المتاح استطاعوا فعلا ان يحتووا مشكله الكورونا، وايضا يعني كيفيه التعامل ويعني في من ناحية الترويح في الأزمة هذه. طبعا الأزمة هذه دكتور أنا أعتقد أزمة عالمية صراحة، يعني وضع فاجأ العالم كله مش فقط الوطن العربي، بدليل كل العالم بدأ يتخبط في البداية كيفية إدارة الأزمة هذه. يعني على رأسهم أمريكا، نشوف التخبطات الكبيرة، نشوف الأعداد المهولة عندهم، يعني في مرات وصلت خارج عن السيطرة مثل إيطاليا مثل ما شفنا الآن فلاتينج ذا كيرف. الآن الله أعلم يعني متى وضعت مثل سنغافورة، شفنا تاريخ للدول متى ممكن يرجعون الحظر الجزئي أو افتتاح الجزئي، لكن أنا أعتقد يعني المشكلة كبيرة جدا والتعامل معها صعب، لأن هذه ما صارت في التاريخ الحديث لنا على مستوى العالم. لذلك مثل ما تفضل الأخوان المشاركين أن كل واحد ألا بدلوة كيفية احتواء المشكلة، كيفية التعامل،
أنا أعتقد دكتور يعني من الأشياء الرئيسية فعلا اللي يعني مثل ما قال دكتور خليفة هي مبشرات، هي من المحن تخرج منح كثيرة. أنا أعتقد واحدة من الأشياء كانت دكتور كلنا يعني كيفية كنا مقصرين في التعامل مع الأسرة. أنا أعتقد دكتور الآن يعني فرصة كبيرة لأنه إحنا جالسين في البيوت يصير رفليكشن عندنا، ويعني كل واحد فعلا يتأمل كيفية إعادة صياغة حياته وأولوياته. أنا أعتقد يعني كل المستويات على المستوى الاقتصادي الصحي الأسري الاجتماعي على كل مستويات إعادة التفكير إعادة رسم الأولويات. أنا أعتقد هذا أمر مهم جدا صراحة، لأن فعلا إحنا كنا مقصرين في جوانب كثيرة. من الأشياء الثانية أعتقد الفرص المتاحة هي يعني مثل ما ذكر الدكتور عبد الله ممكن فرصة كبيرة لكثير من إحنا عندنا أفكار بحثية، يمكن هذه فرصة الآن عندنا فرص أكبر يعني ساعات أكثر نقضيها بدون جالسين في البيت، ممكن تكون فرص كبيرة لنا فعلا للتفكير. أنا شخصيا مع مجموعة عندي في الكلية أوريدي بدينا شاركنا في بحث عن الكورونا الفيزيكال اكتيفيتي والسوشيال اكتيفيتي، اوريدي بدأنا في البحث، فإن شاء الله نحاول خلال الفترة القادمة يعني نحاول ننشر. وهذه فرصة أنا صراحة أقول لكل الناس اللي يستمعون لي في الوطن العربي يعني أعضاء التدريس في الجامعات، فعليا نحن نفكر إن كيف نفكر في أشياء بحثية سواء كانت في مجال الترويح أو الآن فيما يرتبط بالكورونا. أنا أعتقد أيضا من الأشياء المهمة جدا الآن يعني فيما يتعلق سؤالك دكتور حسين بالمدرسة وأيضا يتعلق بأعضاء التدريس، الآن احتمال كبير إحنا في الفصل القادم يكون دراسة عن بعد. أنا أعتقد يجب تكييف المقررات من الآن اللي ندرسها في تخصصاتنا بما يتلائم مع دراسة عن بعد أونلاين، فلازم الآن فرصة كبيرة لنا في هالإجازة كيفية النظر في إعداد المقررات بحيث أن تصلح أونلاين. يعني أنا أعتقد بالنسبة على من أيضا الأشياء المهمة جدا لنا إحنا اللي يشتغل في مجال التدريس في المدارس أيضا يفكر في عمل فيديوهات تطبيقية فيها انتراكشن. كيف الآن أنا وجدت مثلا في قطر أنا ابني لاعب محترف كرة قدم عمر، فأنا أشوفه من المنزل يمارس يوميا المدرب معاهم يشوفون على الفيديو يمارسون يعني مدة ساعة أساس يحافظون على لياقتهم. هذه نفس الشيء ممكن حتى يأخذون قياسات الحيوية منهم، أوريدي عندهم جهاز مركب على جسمهم فعلا يأخذون كل القياسات النبض وغيره، فهي ممكن تطبيقها أيضا على المدارس من الآن. إدارات المدارس وزارات التعليم تفكر فيها الطرق في حال إذا إحنا في الفصل القادم لا سمح الله اضطرينا يكون التعليم عن بعد. أشياء كثيرة أنا أعتقد دكتور تحتاج إلى إعادة نظر يعني على مستوى الأسري أنا أعتقد وعلى كل المستويات الاجتماعي الاقتصادي. من الأشياء الكبيرة دكتور اللي تأثرنا جدا طبعا الوضع الاقتصادي، يعني موازنات كثيرة من دول كثيرة حتى خليجية لاحظنا في اليومين الأخيرين زادت حتى الضرائب مضطرة زادت الضرائب الآن في دول كثيرة قاعد تفكر تعمل تخفيض موازنة من ضمنها دولة قطر. يعني احنا صار التخفيض الآن في موازنات الحكومية من 10% إلى 30%، فكل الدول لابد أن تتأثر. مثل ما ذكر الدكتور منصور أسعار البترول نزلت إلى الحضيض، فلذلك أيضا الدول المضطرة يعني إحنا الآن وجدنا على مستوى العالم كل واحد ينادي. أنا حضرت سيشنات كثيرة كل ينادي دعم الحكومي، طيب حتى الحكومات عندها طاقات معينة الآن وبالتالي تنظر إلى أولوياتها. مثل ما ذكر الدكتور منصور يمكن إحنا من الأول الأشياء اللي راح تقلل الرياضة الموازنات في مجال الرياضة والترويح، فالآن لابد نضع لنا بدائل. يعني أنا شفت من ضمن البدائل مباراة صارت مادي فريقين أوروبيين فقط ل60,000 متفرج دخلوا $200,000 مباراة افتراضية أونلاين. فإحنا أيضا يجب أن نفكر فعلا out of the box في طرق جديدة الآن كيفية التعامل مع الوضع الراهن، على أمل بإذن الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يعني يبعد عن هذا الوباء بإذن الله في أسرع فترة ممكنة. والشيء الأخير أنا ودي أضيفه دكتور الآن كثير من الأسر يمكن ما تطرقوا الأخوان المشاركين هي قضية القلق والاكتئاب حتى عند الأطفال. هذه قضية يجب أخوان بشكل كبير ننظر لها إن كيفية التعامل حتى على مستوى الوالدين، إن فعلا الواحد يبدأ يثقف نفسه في دورات كثيرة الآن الحمد لله أتيحت، كتب أونلاين صارت متوفرة مجانية من عديد من الدول والمكتبات الدولية، ففرص كبيرة لنا إن احنا فعلا ندخل مثل هذه الأمور نستفيد منها قدر الإمكان. وأنا ما أطول عليكم وأترك المجال لكم وجزاكم الله خير
ومبارك عليكم الشهر وما تبقى منا إن شاء الله. شكرا جزيلا. مشكور دكتور ومشكور على المداخلة، يعني الأمر واضح باهتمامك دكتور، واهتمامك يمكن أنت تحت إيدك كذا يعني طالب وطالبة وكثير من المسؤوليات، وانت قاعد تحس في الأمر هذا، وأنا يمكن بالفترة اللي طافت كنت موجود هناك وعارف شنو قدر المسؤولية وقدر الاهتمام، وأيضا بما يعني احنا خايفين، يعني بالأساس احنا خايفين شنو هالأزمة راح تسوي. فإن شاء الله المتخصصين حين كل من قاعد يتكلم أتوقع أن 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 إن شاء الله الأمر يكون إيجابي ونطلع بالأمور إن شاء الله السليمة لمستقبل سليم إن شاء الله. الحين أنا إذا تكرمت وبس وتفضلت وإني أقدم أخوي طبعا الأستاذ دكتور بادي حسيان الدوسري، زميل لعب قبل طبعا ودول علي عضو هيئة التدريس في قسم التربية البدنية والرياضة. طبعا دكتور بادي غني عن التعريف، يعني أستاذ الإدارة ومن جامعة أوهايو، احنا نذكر يم بعض، وانا بمنسوتا هو في أوهايو، فهناك برد وهني حر، ففلور فور يو دكتور تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين. دكتور حسين ما تخلي حركاتك دائما تجعل من كل شيء فيه ابتسامة وفيه مجال للترويح والضحك، وهذا ترويح لازم عنوان ندوة الليلة. بداية نرحب في ضيوفنا المحاضرين الأعزاء، دكتور خليفة بابهاني ودكتور منصور الطوقي ودكتور عبد الإله الصوم بن أحمد، ورئاسة الجلسة دكتور حسين، أنت اللي غني عن التعريف ونجم من نجوم المنتخب الكويتي ولاعب القادسية ولاعب اليرموك سابقا وزميل وأخ. بداية أتوجه بالشكر للمحاضرين أنهم أثروا هذه الندوة كلهم في محوره وفي جانبه، غطوا كثير من الناحية الأكاديمية والعلمية للكورونا وأثره على الترويح ووقت الفراغ في العالم. طبعا الأزمة عالمية لا ينفرد بها مجتمع عن آخر، فلذلك دائما رؤية الحكومات أو المسؤولين أن الصحة تأتي أولا، أن الصحة تأتي أولا وبعدها يأتي كل شيء. فيجب أن من خلال منبر وقناة زوم للتميز والاستشارات الرياضية أقدم نداء لكل مشاهدينا وكل من يرى هذا اللقاء أن يلتزم بالبيت والتوجيهات الحكومة، لأنها تصب في المصلحة العامة في النهاية. لذلك أول علاج لهذا المرض وهذا الكورونا الوباء العالمي هو الالتزام بالابتعاد عن المخالطة، وهو الالتزام بالبيت. الإخوان كلهم غطوا بالناحية الأكاديمية الجوانب كلها التي تهم السادة المشاهدين وتهم المجتمعات ككل. أنا راح أتكلم عن أضرار كورونا بالنسبة للأسر والمجتمعات في وقت ووقت الفراغ على الجميع ككل. أثرت كورونا في زيادة وقت فراغ أدى إلى الملل والقلق والكآبة والتوتر، وكذلك أدى إلى زيادة في الوزن عند الناس وهي أمراض السمنة. فلذلك هناك وقت فراغ إجباري ألزمهم إلى الجلوس في المنازل وعدم القيام بأي مجهودات، كذلك عدم الإحساس بالوقت اليومي، وبذلك بسبب الروتين اليومي بأن الحياة لا جديدة فيها، كل يوم نفس اللي قبله، كل يوم نفس اللي قبله. كذلك عدم تنظيم الوقت اليومي للإنسان، نجد أن هناك ما كان في تنظيم للناس لأن أتى المرض فجأة وما كانوا مستعدين إليه. كذلك من أضراره أن أصاب الناس بالخمول والكسل. أيضا إذا لم نستغل هذا الوقت وخاصة وقت الفراغ الطويل بما يعود علينا وعلى أبنائنا وعلى مجتمعنا بالخير، سينعكس إلى السلب ويكون هناك أثار سلبية له. لكن نكون متفائلين كمحاضرين وكرئيس الندوة والكل
إن شاء الله يتفائل بزوال هذه الغمة وزوال هذا الوباء إن شاء الله. نرجع ونقول ما هي فوائد كورونا بالنسبة لوقت الفراغ والناس كلها؟ بالنسبة للأسر أعطى الفرصة لأولياء الأمور والآباء والأمهات للجلوس مع الأبناء واكتشاف مواهبهم، وذلك بحكم قضاء وقت فراغ كبير معهم. أيضا تعلم تعليم الأبناء كيفية قضاء الوقت بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، سواء كانت مطالعة أو رياضة، ممارسة رياضة داخل المنزل، أو تعاون بين الأبناء والأخوان والأخوات داخل المنزل، ومساعدة الوالدين في أعمال اليومية في هذا اليوم أو الوضع الراهن اللي احنا فيه. كذلك زيادة العاطفة الأسرية، يعني في السابق كانت الناس تقول ما عندي وقت، ما عندي وقت لوقت الفراغ أني أمارس فيه رياضة أو تمارين ترويحية، ما عندي وقت أجلس مع أبنائي، ما عندي وقت أجلس مع أهل بيتي. اليوم كورونا هذه من فوائده أن وضع الأسر تحت المجهر، أصبح الأب والأبناء والأسرة كاملة مجتمعة، فهذا يعطيهم أيضا الدفء والحنان والحب وتوزيع المهام داخل الأسرة وتعاونها. هذا من فوائد كورونا بالنسبة للأسر الموجودة. كذلك تعليم الأبناء كيف تعامل مع الأزمات. اليوم تعاملوا أولادنا وأبنائنا ما هي الأزمة، كورونا شيء جديد للناس، فوجودهم في هذا الوضع اللي هو الحظر الكلي الآن عندنا في الكويت سيبني الأبناء على هذه التجربة خبرات قادمة وكيفية التعامل مع أزمات قادمة. إن شاء الله ما تكون في أزمات، ولكن لما تكون في أزمات يكون هناك خبرة وكيفية التعامل معها. أيضا من فوائد الكورونا أعطانا اليوم فرصة أننا نتحدث ونستخدم، يعني وجدنا مشاكل مع كبار السن خاصة الزملاء في استخدام التكنولوجيا. يعني التكنولوجيا الآن احنا نتكلم عن طريق موقع عن بعد، ومثل ما قال الدكتور عبد الإله، يعني لما تروح إلى مؤتمر تجد المؤتمر من 150 إلى 200 شخص، وهذا رقم عالمي يعني في المؤتمرات. اليوم احنا في هذه الندوة تجاوز تقريباً 700 أو 800 شخص مشارك معنا، وهذا فائدة لنا كلنا. استفدنا كيفية التعامل مع الأجهزة واستخدام برنامج زوم والتعليم عن بعد، وأيضاً مثل ما قال دكتور خليفة، نعم الأزمات تبين لنا أماكن الخلل. نحن لا نريد أن نكون أشخاص بعد الفعل ردة فعل، نحن يجب أن نكون مستعدين لأمور أبعد من هذه الأمور، وإن شاء الله هذه الوقت. مثل ما قال دكتور خليفة، رب ضارة نافعة. نعم هذه الضارة إن شاء الله ستعود علينا بالنفع، وعلى الجميع أن يلتزم أيضا من خلالكم، من خلال هذه الندوة أتمنى من الكل من يسمعنا أن يلتزم بالحظر والابتعاد عن نشر أو التقاط هذا الوباء ونشره داخل أسرته. لا يسعني إلا أن أشكر المحاضرين، وكذلك أشكر أخي الدكتور أحمد العمادي من قطر على مداخلته الجميلة، وآسف على الإطالة دكتور حسين، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، ونشكر أيضا التميز بمجلس إدارتها والعاملين فيها على هذا المجهود الجبار الذي مدة سنة كاملة. متمنين للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور بادي، مشكور وشكرا. يعني أنا ودي بس ألخص قبل الله أفتح مجال الأسئلة، ودي أني يعني بشكل عام، يعني بدينا بالدكتور خليفة. الدكتور خليفة يمكن تكلم بشنو عندنا من إيجابيات وشنو سلبيات، لكن الحمد لله قاعد أسمع أنا أكثر شيء كانت الإيجابيات، وعرج على كثير من الأمور، وعرج على كثير من يعني الأمور يمكن اللي وصلنا فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإدخالها أيضا في ما يخص حتى في الترويح. فأيضا هذا أمر كان مهم بالنسبة لنا. الدكتور عبد الإله يمكن تكلم عن الأنشطة بشكل عام الفنية والرياضية
والثقافية والاجتماعية. وكان أيضا الأمر يمكن اللي ما عنده خبرة في المجال هذا راح يعرف أن النشاط الترويحي، وأيضا إحنا كناس متخصصين في الترويح إحنا تخصصنا ليس فقط رياضي، ولكن هم بعد ندخل على التخصصات الأخرى، وهذا اللي يبين وشنو الفرص اللي ممكن تكون في ظل هذه الأزمة. دكتور منصور للأمانة تكلم عن كيفية التعامل مع الأزمة ما بعد الأزمة، يعني شلون راح نكون إحنا، صبغتنا، شكلنا، إحنا كلنا شنو راح نكون، يعني المنشآت شلون أعدادها راح تكون، الأماكن هذه، الأنشطة نفسها شلون راح تكون، التقيد في ترند جديد راح يكون بالنسبة للتعامل مع الحياة نفسها بشكل عام وليس فقط الترويح. فالتداخل أيضا من الدكتور أحمد العمادي تكلم عن ما هو مطلوب منا إحنا كتربويين في المجال الحالي في الفترة الحالية، أيضا متخصصين في المجال الرياضي شنو المفروض إحنا نسويه، شنو المفروض إن إحنا ما ننسى الصغار وأيضا الشباب، لأن ترى على فكرة يمكن الشباب هم بالفترة الحالية هم من قاعدين أكثر، ترى يعني يمكن الكبار شوية قاموا يتحركون أكثر من الشباب، فالشباب هم اللي كانوا يقعدون أكثر. هذه شكرا دكتور على طبعا على هذه المداخلة. الدكتور بادي تكلم عن الأمور الخاصة في الاستفادة اللي المفروض إحنا نستفيدها داخل المنزل، الأسرة، التعامل اجتماعيا شلون إحنا المفروض نكون أحسن، شلون إحنا لقدام المفروض نجهز نفسنا لهذه بهذه الأزمة. طبعا راح أفتح الأسئلة، بس أول شيء أبي في سؤال يعني أبي قبل الله أدخل الإخوان في سؤال من أخوي الدكتور وسام، من وسام الشيخلي عنده سؤال. طبعا دكتور وسام إذا هو موجود، دكتور وسام وينه؟ ما أشوفك، وينك دكتور وسام؟ وين دكتور وسام؟ طبعا أنت شرف في وجودك صراحة، وبنفس الوقت أنا لي الشرف أن يعني أسمع صوتك وأسمع مداخلتك، وأحب أني أبارك لك ما تبقى في رمضان، وإن شاء الله نكلمك في العيد نعيد عليك الفلور فور يو، وإن شاء الله. بس السؤال عندك إذا تكرم دكتور دقيقة بعدين دق علي ربع ساعة حاجني ما عندي مشكلة. تفضل دكتور، الله يعطيك العافية. السلام عليكم، أني والله كل السعيد أنه شفتك دكتور حسين، وشفت أخويا دكتور منصور، دكتور أحمد، دكتور عبد الله. ترى هاي فوائد كورونا، يعني هم لها فوائد. دكتور خليفة أخويا قال يعني رب ضارة النافعة. يعني أنا حقيقة أشكر جميع الأخوة يعني الأعزاء، يعني غطى وكفى ووفى، يعني تكلموا عن وضعنا حاليا، ودكتور منصور تكلم ما بعد كورونا، كل هذا صحيح، ولكن أنا أرد أقول إحنا سعداء، أهل الرياضة سعداء، لأن كثير من الناس كانوا ما يمارسون الرياضة، ما لهم علاقة بالرياضة، ما عندهم وقت فراغ، عند ما جلسوا ببيوتهم ونصحة وأكلة وصار عندهم وقت فراغ طويل، بدأوا يمارسون الرياضة، الكبير والصغير وعائلة جماعية أو فرد الحالة، وهذه بالتأكيد راح تصير لهم أسلوب حياة. وإحنا دائما نقول يجب أن تكون الرياضة هي أسلوب حياة. ممكن بعد كورونا هم يشوفون عندهم يأخذوها هذه كأسلوب لهم. أنا يعني أقول يعني سؤالي الدكتور حسين يعني أوجهه إلى دكتور منصور أخوي العزيز، قال أنه يعني لازم الأفراد والمؤسسات كلها تتكاتف بعد كورونا لعبور هذه الأزمة أو للملمة الجروح اللي إحنا قاعدين بها الآن. وبالنسبة للصالات قال أنه لازم نأخذ نصف العدد ونصف الكذا، زين الصالات الخاصة اللي هم هذول الناس اللي هم مستفيدين من الأموال، هل راح يطبقون ما تجري الدولة عليهم، أم هل راح يكون هنالك يعني فاولات راح يسووها مثل ما يسوون مثلا بالمنشطات يبيعوها من تحت الطاولة أو كذا؟ ف
فأني يعني هذا كان 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 سؤالي، كيف راح تسيطر الدول على هذول الناس اللي هم ما نقدر نسيطر عليهم حقيقة؟ شكرا جزيلا دكتور أسام، مشكور، ما قصرت دكتور منصور، يعني وجه لك السؤال دايركت يعني، واعتقد يعني ضربة حرة مباشرة. والله يعني قبل ما جاوب على السؤال يعني فرحان اني شفت الدكتور وسام حبيبي. ما شاء الله عليه، دائما مبتسم ودائما مليء بالحماس والحيوية. طبعا التحكم بهؤلاء الناس شيء صعب جدا، ولكن مثل ما قلت انه في نوع من الموازنة في الامور. صح ما يسعون للكسب المادي، لكن في نفس الوقت أنه يسعون للثقة المستفيدة أو المشارك. إذا صار فإنه العدوى انتقلت، معناته سوف يؤدي لهذه المؤسسة إغلاقها تماماً لفترة أطول، فهم بيكونوا حارسين لخدمة المرتاد ورفع مستويات الصحة والنظافة العامة، بحيث أنه هم يقدروا يستمروا في السوق لفترة أحسن، ينتظروا الشهر بدل ما يطمعوا وبعدين ممكن يؤدي إلى غلق المؤسسة بشكل عام. لكن مثل ما ذكرت أنه صعب جدا التحكم في الموضوع. شكرا جزيلا دكتور. شكرا سؤال خوش سؤال دكتور. في الأخوان طبعا في سؤال راح أقرأ بالنهاية، بس خلني أنا يعني عشان أنا شفت الجماعة، أبي الدكتورة ميرفت ديب من الأردن. دكتورة شرفتينا دكتورة يعني، ويعني وإحنا نبي مثل ما تقول شيء جديد، يعني الأصوات هني كلها أصوات، فنبي أصوات شوية غير شوية. ففضلي دكتورة الفلور يعني. يعطيكم العافية. الطرح طبعا كان رائع، جهودكم مشكورة، والكل حلوة. بالنسبة للإيجابيات اللي تحدث عنها الدكتور خليفة والدكتور الدوسري والدكتور عبد الإله، جميع هاي الإيجابيات لو نظرنا لإلها منشوف إن هي عبارة عن حاجات يسعى الإنسان لإشباعها. يعني هاي الحاجات لما بيقوم بالأفعال والتصرفات اللي بيوصل لإلها هي عبارة عن حاجات مشبعة، واللي هي مثلها هرم ماسلو. وهرم ماسلو أيضا كانت في عنا الجمعية العالمية لعلم النفس الرياضي تبعت هرم ماسلو، نزلت مبادئ للتعامل مع كورونا سواء للاعبين أو المدربين أو حتى الأفراد، وركزت على الحاجات الأساسية أو الفسيولوجية مثل يتحدثوا عنها الدكاترة الأفاضل، اللي هي الطعام والشراب، حاجات الأمان اللي هي الصحة والسلامة أو الأمان الوظيفي والسلام الجسدية أو حتى الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والأسرية اللي تحدثوا عنها، وبالآخر اللي هو تقدير الذات. الشغلة اللي بدي أقولها دكتور إنه بالنسبة للسعادة، السعادة هي مسألة شخصية. حتى نستفيد من وقت الفراغ، السعادة لازم تكون مسألة شخصية. كيف بدها تكون مسألة شخصية؟ إنه لازم الإنسان دائما يبحث عن داخله، ما يطلع على الشيء الخارجي. فكل إنسان فينا عنده مهارات بيمتلكها، هو اللي بيتحكم في ذاته، بيتحكم في أعضائه، وكل إنسان عنده هاي المؤهلات بتخليه يقدر إنه هو يستمتع في النشاط اللي بده إياه. طبعا في العديد من الدراسات والأبحاث دائما كانت تركز على الأشياء السلبية، القلق والتوتر اللي هو عصر القلق والتوتر والتقدم التكنولوجي، وهذا الأسلوب اللي اتبعه فرويد في دراساته، إلا إنه صاروا بالآخر يركزوا في دراساتهم على إشي اسمه اللي هي اللايف كواليتي، اللي هي جودة الحياة النفسية. لما بلشت على إيد العالم سليجمان، وقال إنه إحنا لازم ندرس مكنونات الفرد الإيجابية، كيف إحنا ننميها، كيف إحنا نطورها. وطبعاً إحنا بنعرف شغلة تانية، إنه الانقطاع عن التدريب بالنسبة للاعبين المحترفين هذا أثر سلبي عليهم، لأنه الشخص المحترف أو اللاعب المحترف دائماً الأنشطة الاجتماعية اللي بحب يمارسها بحب تكون هاي، يكون في له مكانة اجتماعية، بحب يظهر. هلا صار منقطع عن الإعلام، منقطع عن الناس. فإحنا كدورنا كمثلاً كمدربين أو إداريين أو جهاز فني لازم نعمل هون كنا كمنظومة واحدة، إنه إحنا كيف ننظم هاي البرامج، كيف نعمل هاي البرامج، كيف نهتم في وسائل الإعلام حتى ما يصير في بعد، لأنه هو ابتعد عن الساحة، ابتعد عن الرياضة. فيجب أن يكون هناك برنامج روتيني. المقصود فيه إنه هي عبارة عن
برامج أنا بحطها أو بكتبها للاعب حتى يشتت انتباهه على الشغلات اللي ممكن تسبب له ارتباك أو ضغوط نفسية. فطبعاً استثمار وقت الفراغ أكيد بقلل من الملل والروتين، ولازم دائماً الإنسان يدرب حاله في وقت فراغه ويطلع على المكنونات الإيجابية أو الأشياء الإيجابية اللي بتكون موجودة عنده. وشكراً. العافية دكتورة، ما قصرت طبعاً. يعني هذه مداخلة وليست سؤال، ولكن أنا ودي يعني أدخل على السؤال. أبي أستاذ دكتور ستادي، أستاذ دكتور عبد اللطيف البخاري، أنا قاعد أشوفه ستادي ومعلمي، الله يعطيك العافية، لازم تدخل وتعطينا من خبرتك. يعني أنت ودكتور خليفة أنا ما أقدر صراحة، يعني لازم نسمع صوتك دكتور، أستاذ دكتور عبد اللطيف البخاري، والفلور فور يو، ونبارك لك باقي الشهر ونقول الله يطول بعمرك. الله يكرم، جزاك الله حبيب. خير. السلام عليكم. سعيد والله برؤيتك. انا سعيد والله. زي ما قال الدكتور بادي، لا بد انت تضيف يعني. حبيبي والله، انت حبيبي والله يا دكتور، انت لك نكهه خاصه سبحان الله يا دكتور. فلفل اسود. الله يسعدك قول أبي. حبيبي حبيبي دكتور، أنا سعيد دكتور وتواجدي في الندوة الجميلة دي، سعيد جدا حقيقة، خاصة دكتور خليفة دي فترة طويلة جدا ما شفته، دكتور منصور، دكتور عبد الإله، حقيقة قامات كبيرة جدا، دكتور أحمد العماد عمادي كمان، يعني أحد القامات اللي نفخر جدا بها، ورجل حقيقة يعني خلقا وعلما وأدبا، وهو كان الداعم الأكبر بالنسبة للمجلس الدولي. أنا أقول صراحة أهني كل من حضر هذه الندوة، وأهني أيضا يعني سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله الغصاب على هذا العمل الرائع، والفريق اللي معاه على يعني الكلام الجميل جدا. وأنا حقيقة عجبتني جدا قضية إنه فعلا إنه المستقبل الآن، أو بالأحرى إنه الآن الترويح يجب أن يبرز بشكل كبير جدا، والترويح يجب أن يكون له تأثير قوي جدا بشكله وبآخر، لأنه مع الرياضة الاحترافية ضاعت كثير جدا من الأمور الترويحية والأنشطة الترويحية اللي كان الناس في حاجة لها. وعجبتني أيضا ربط الدكتورة ميرفت بقضية إنه الترويح والسعادة، وهذه فعلا هي أساس مهم جدا. يمكن الدكتور أحمد العمادي والأخوان الفضلاء كلهم قالوا على أساس إنه يعني لايف ستايل، بالنسبة حيكون لايف ستايل كذلك. يعني أحيي أيضا الأستاذ الدكتور وسام الشيخلي، كل التحية. أنا ما كان عندي يعني غير إني يعني صراحة سعدت جدا جدا بالجلسة، وأشكركم وأشكرك دكتور حسين لفضلك وكرمك، الله يكرمك إن شاء الله. حبيبي والله يا دكتور، لكل الأخوان دكتور منصور، دكتور الله يكرمكم في أمان الله. حبيبي يا دكتور، شرفتنا دكتور. طبعاً بروفيسور دكتور خليفة يمكن عنده مداخلة يعقب على تقريباً اللي صاير بدقيقتين دكتور خليفة إذا تكرمت يعني. شكراً أبو فيصل، و خش الأسرار اللي عني وعنك خشة تكفى شوية بس. هذا الطج بعد شنو؟ والله بشكر مالك زود حبيبي. أنا بس بغيت يعني صراحة أنا تعلمت منكم صراحة، أنا فعلا في أمور يفترض إن إحنا نعرفها، لكن في استانس إني أشوف فكر جديد. بس يبي أوضح، وأعتقد اللي مختص بالترويح يدري إن مصطلح recreation هو كلمتين ري وكرييشن، والكرييشن معناها الإبداع الابتكار، لما تحط لها ريكرييشن تصير ترويح، فتصير في وقت الفراغ. احنا نبي ناس تعلم الناس شلون يستثمر وقت فراغه بطريقه صح، عرفت، وتعود عليه احنا مثل ما قلت لك، تعود عليه بالسعاده ويكون تربوي ويكون هادف بناء. بسرعه ابو فيصل، انا لما درست في انجلترا
مر علي فكرة DIY. DIY مختصر حق كلمة Do It Yourself. لما تقرأ القصة هذه، هذه قصة في موضوع كيفية خروج إبداعك أو طلع إبداعك في مواضيع تخص البيت داخل البيت. في موضوع تصلح لمبة، بتصلح مكان عندك خربان. فصاروا الناس يستغلون وقت الفراغ في ويكند علشان يتعلمون المهارات اللي محتاجينها. وطبعا هذا كان بسبب ان تكلفة العامل قالية جدا، وهم يبون عندهم يكون خبرة في كل شيء. فهذه كانت أزمة بالنسبة لهم، أزمة اقتصادية، وأزمة إن عنده وقت فراغ ما عرفون يستثمرها. فيو طلعوا أبدعوا في الفكرة هذه من 1928 إلى 1950 طلعت الفكرة وتبلورت، والآن صار في محلات كاملة. حتى مشروع إكيا، إكيا لو ترجع له DIY do it yourself، متى؟ في وقت الفراغ. وأنا أعتقد الآن فعلا مهم جدا إن إحنا نعلم الناس شلون يستثمر وقت فراغه، مو وقت الأزمة، في كل الأزمات. شكرا دكتور، أشكرك صراحة على المداخلة، وأبي يعني حتى الأخوان والأخوات المشاركين المشاركات يفهمون أن الترويح أساسا هو قيم، أنك تكتسب قيمة تتعلمها. من وين؟ متى راح تتعلمها يا جماعة؟ متى اكتشفنا الجاذبية؟ الجاذبية شلون اكتشفت؟ وقت الفراغ. يعني حتى الليت ليه اخترعوه بوقت الفراغ، حتى التلفزيون أي كان. أبي أعرج هني، في عندي آخر اثنين، أنا راح أخذ دكتور محمد الأنصاري من الإمارات. دكتور محمد الأنصاري من الإمارات، إذا طبعا شرفتنا دكتور محمد. دكتور محمد رافع يدينه. إيه هلا دكتور، الله بالخير دكتور. رفع يدينك، رفع يدينك، الله بالخير. هلا دكتور، حياك الله دكتور، شرفتنا حبيبي. أنا يعني أنا ودي إنك تدخل في سؤال دكتور عشان الوقت إذا تكرمت. أنا الدكتور لو تسمح لي عندي مداخلة بسيطة، يعني صراحة أعقب ولا أقول شيء بعد ما تفضلوا فيه الإخوان الفضلاء الأساتذتنا ومعلمين. على راسي. أنا الله يسلمك، بس عندي مداخلة بسيطة. الإخوان تكلموا فيه كله كلام صراحة جميل ومنطلقات حقيقة عملية. يعني أنا كنت أتمنى يكون في حد عندنا معانا من جهات وزارات مؤسسات رياضية موجودة يأخذون هذا الكلام ويترجمونه إلى واقع عملي، يعني يستفاد منه بشكل عملي أكثر مما هي نظريات جاهزة للتطبيق. فأنا حبيت أستعرض معاكم إذا تسمحوا لي تعطوني المجال، الأخوان في الكنترول لو يعطوني بس الصلاة. عندي صفحتين ثلاث لا يعطوني دكتور عشان الوقت إذا تكرمت، لأن إحنا وايد مضغوطين. أنا عندك دقيقة، مجرد ثلاث أربع صفحات فقط إذا تسمحوا لي أرويكم. إحنا يعني اللي تفضلوا في دكاترتنا كيف صار على أرض الواقع، شو اللي صار عندنا نحن. على السريع، على السريع دكتور، على السريع. نعم يعني أنا لحسن الحظ إن هذا كان عندنا موجود. عندنا مجموعة حقيقة فعاليات والبرامج الرياضية، واضح عند الجميع؟ نعم واضح. Go ahead. نعم. نحن طبعا في مجلس دبي الرياضي أطلقنا برنامج الرياضة عن، وخلال الفترة الشهر شهر نص الماضي ترجمة لجميع الكلام اللي قالوا تفضلوا فيه الأخوان والأساتذتنا في هذا المجال. فكان عندنا مبادرة خلك نشيط وخلك سليم، عندنا الماراثون المنزلي، عندنا تحدي سبرينت وتحدي الطواف الافتراضي للدراجات الهوائية، عندنا بوابة للفعاليات الرياضية الافتراضية، وأيضا عندنا بطولات ألعاب رياضية. فعلى عجالة كان هذه مجموعة من البرامج والأنشطة كانت تروج من خلال السوشيال ميديا. لاحظون المشاركات اللي صارت عندنا، مجموع المشاركات، المشاهدات، الأخبار الصحفية، يعني مختلف الناس ما شاء الله شاركوا في هذا البرنامج خلك نشيط وخلك سليم، تشجيع الناس أن يمارسون الرياضة من المنزل بالتعاون مع نجوم عالميين للترويج عن هذه الفكرة في السوشيال ميديا. وهذه مجموعة من
الصور والأحداث. ماراثون في المنزل فكرته أن ماراثون منزلي يتم تسجيله وكذا، وفي مشاركة يعني ما شاء الله من مختلف دول العالم، يعني من الإمارات، مصر، أمريكا، الأردن، السودان وغيره، مشاركة ضخمة فيها. كانت عندنا تحدي الدرجات الهوائية أيضا، يعني تقريبا اللي شاهده وهذا البرنامج يفوق 28 مليون مشاهدة، كانت خلال 10 أيام، غطت على مجال دول كثيرة شاركوا معنا في هذا المجال. عندنا البوابة الرياضية، كانت تشجيع القطاع الخاص أنه يحط برامجه وينشرها لأساس الناس يشاركون فيها، وكلها افتراضية. وأخيرا بطولة الألعاب الإلكترونية، وأطلقنا عدد من الألعاب في كرة الفيفا، كرة القدم، ودوتا 2 ومجموعة أخرى، والآن إحنا بصدد تنظيم مجموعة أخرى من البرامج. أنا القصد نقول مثل ما تفضلوا الأخوان، الآن التوجه إلى الرياضة الافتراضية أكثر، أو خلينا نقول التكنولوجيا في الرياضة. لابد أن يكون تفكيرنا أكثر التوجه والاستفادة من التكنولوجيا للترويج والترويج لها في ممارسة الرياضة، يعني استفادة منها كتطبيق عملي. فأنا حبيت لا واضح يعني واضح يعني للأخوان امسك الخشب، الله يبارك فيك، امسك الخشب، يعني ما شاء الله شيء يعني نفخر فيه صراحة. يعني الله يبارك يعني فيك أخوي، والله يعطيكم يعني العافية. وبالعكس أنا يعني لو ما في وقت ولا كان أعطيناك المحاضرة بكبرها، الله يجزيك الخير. لا لا يعني بس احنا حبينا نقول كلام الاخوان كله ان شاء الله مطبق عندنا في دبي، وما زال في جعبتنا الكثير ان شاء الله. جزاك الله خير، مشكور وما قصرت. اخذ الدكتور محمد صلاح اخر سؤال. دكتور محمد صلاح من مصر. دكتور محمد صلاح وينه؟ خليه طالعني وينه. دكتور محمد صلاح وينه؟ محمد اوه كاهو، يلا دكتور. دكتور محمد صلاح، دكتور محمد صلاح يسمعني؟ دكتور محمد صلاح، دكتور محمد صلاح، دكتور محمد صلاح، ما قاعد أسمع دكتور محمد صلاح. تشوفون الكنترول يا جماعة؟ تعطوني بس ممكن يتكلم. دكتور محمد تفضل. دكتور محمد، دكتور محمد. طيب أنا يعني على ما يعني إن شاء الله، يعني إن شاء الله يكون الدكتور محمد موجود، ولكن ودي إني يعني بعجالة إذا الدكتور محمد قدر يدش علي. تمام والله كاهو كنا موجود. دكتور محمد، دكتور محمد ما أدري وينه. طبعا بعجاله اود اني اشكر الجميع صراحه، كل من كان موجود في الندوه، يعني من الاخوان الكبار الى اصغر مشارك معنا، من الاخوه المحاضرين اليوم، اشكرهم صراحه على هذا الاثراء، خاصه في علم الترويح وما يتعلق بالترويح، وايضا كورونا وأزمة كورونا والتعامل معها. دش علينا الدكتور محمد صلاح، موجود دكتور محمد؟ بعد العيد محمد، محمد صلاح دكتور، اطلع التمثيلية عندنا دكتور محمد صلاح. دكتور حسين، دكتور حسين راح يدخل عليك الحين. محمد تو دخل وأنا قطعت عليه الخط، قاعد أقول أنا التمثيلية طلعت. أكيد قاعد يشوف البرنس. دكتور ما شو أنت قطعت علي حتى أنا. دكتور محمد صلاح، دكتور محمد، لا إذا كذي يا جماعة. دكتور حسين افتح له الميكروفون عندك. وين هو؟ فوق هو وين؟ فوق هو فوق وين؟ فوق عندك. لحظة أنا مو شايفه أصلاً. لحظة هو يقدر يفتح حتى الدكتور مصطفى؟ أنا فتحته له، أنا فتح له الميكروفون بس مش عارف إيه. بس هو
اي مو قادر يتكلم هو ما ادري ليش شغل فوق من صغير. اي محمد 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 بس محمد ثاني يا عمو بعد كلامك تعال شوف محمد. اوكي يا جماعه الدكتور بس عشان الامور لا تطلع من السيطره فاعتقد ان ناجل ان شاء الله مشاركه الدكتور محمد ان شاء الله في القادم من الايام ان شاء الله. اتوقع ان احنا وصلنا لختام هذه الندوه اللي اكثر من جميله للامانه. انا استمتعت كثير في حضوركم، استمتعت ايضا في المعلومات اللي طرحت في اليوم وقدمت من اخواني واخواني الكبار طبعا الدكتور خليفه، الدكتور احمد العمادي، الدكتور بخاري. يمكن انا بتكلم عن الكبار، الباقي كلهم طقتنا، بس الباقي يعني كلهم اخوان بالنسبه لي وكلهم بالنسبه لي اعزاء، اذا وكلكم على راسي من فوق. وسامحونا طبعا اذا كان هناك قصور، اذا ما خذينا الكل لان ما نقدر ناخذ الكل لان يمكن انتسحر معاكم، يمكن ياذي الفير وما نخلص. فاتمنى ان شاء الله ان نلتقي ان شاء الله في 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 القادم من الايام في موضوعات ان شاء الله تفيدنا وتفيد ان شاء الله المجتمع العربي بشكل عام. وايضا لا انسى اني اشكر مكتب التميز اللي اقول له الف شكر لهذا المنتج، خلنا نقول اللي قاعد يقدمه الاخوان. وايضا لا انسى اني اتقدم بالشكر لاخوي يمكن نقول صغير شويه اصغر منه شويه الدكتور عبد الله، كبير في المقام عبد الله غصاب، واخوي طبعا الكبير بادي الدوسري بروفيسور بادي الدوسري. واشكركم كلكم وان شاء الله لنا ملتقى ان شاء الله عن قريب. يعطيكم العافيه وفي امان الله وتصبحون على خير.